كذلك من الأعمال الصالحة ذكر الله عز وجل، وذلك لقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وإحنا قلنا الأيام المعلومات العشر الأول من ذي الحجة، فقد أمرنا الله عز وجل بالذكر في هذه الأيام الطيبات. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كان يخرجان إلى السوق، مش السوق، السوق بالقاف، يكبران الله عز وجل، يعني يطلع في الشوارع فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر ربنا عز وجل، الله أكبر كبيرا. يكبر ربنا عز وجل فين؟ في الشوارع والطرقات والأسواق والمنتديات. هذه سنة غفل عنها الناس، هذه سنة تناساها الناس، ألا وهي الجهر بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل في الأسواق والمنتديات وفي غيرها. طب ماذا تفعل المرأة؟ فلتسمع نفسها أو تسمع أختها التي بجوارها، أما أن ترفع صوتها فلا، وإن كان الأولى أن تسمع المرأة نفسها. إذا إخواني، ذكر البخاري في صحيح عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر يكبران. طب إيه اللي يحصل؟ فيكبر الناس بتكبيرهما، معنى ذلك أن صوتهم كان مرتفع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والناس تكبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبق المفردون. قال وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، والحديث صح عند مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. كم من أناس كثير يعيشون على ظهر الدنيا وقلوبهم بين الأموات لقلة ذكرهم لله عز وجل. والله عز وجل ذكر من صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، فانتبه رحمك الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى الله أكبر خير الأعمال وأزكاها عند الله وأرفعها للدرجات وأفضل من إنفاق الذهب والورق وخير من الجهاد كما في ذلك الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه ليلة الجمعة، ألا فأكثروا فيها من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وأكثروا فيها من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار، ألا فأكثروا فيها من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ومن قول حسبي الله ونعم الوكيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا سلام، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. الله أكبر. من قال، طب قول بقى معايا سبحان الله وبحمده تغرس لك نخلة في الجنة. تخيل لو إنك قاعد في سيارة فقلت سبحان الله وبحمده، الناس قالوا زي ما أنت قلت تغرس لك نخلة في الجنة بفعلك أنت، ثم الفعل المتعدي ان الناس قالوا حواليك بسببك انت. فتخيل لو انك كتبت كذلك هذا الكلام في ورقه وعلق في اسانسير العماره او علق على اتوبيس او على سياره او علق في مدخل العمل او في المكاتب، لك الاجر عند الله عز وجل. والانسان لا يدري
أي الأعمال ستنجيه من عذاب الله؟ صدقة، ابتسامة، صلاة، أمر بمعروف ونهي الناس عن المنكر، دعاء، صلة رحم، ما أنتش عارف إلا ينجيك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، أي عمل من الأعمال الصالحة، أي لا تستصغرن عملا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، حتى الابتسامة لعلك تدخل بها الجنة. ولذلك لما يجي واحد من إخوانك يحكي لك مصيبة عنده قول له أبشر وتبسم في وجهه. يا راجل أطلق مراتي وقول له أبشر وتبسم في وجهه، والله عز وجل يفرج عنه الكرب ويسر له الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فلذلك احرص يا عبد الله على كل الأعمال الصالحة، خاصة في هذه الأيام الطيبات المباركات. لما تقرأ في سير الصحابة راوية الإسلام سيدنا عبد الرحمن بن صخر الدوسي أو عبد الله بن صخر الدوسي المكنى بأبي هريرة، كان بيسبح ربنا عز وجل في اليوم 12,000 تسبيحة. 12,000 تسبيحة. التسبيح معناه إخواني تنزيه الله عز وجل عن النقائص والمعايب، أو أن يظن بالله عز وجل شرا أو سوءا. سبحان الله عما تصفون، تنزيه لله عز وجل، سبحان الله. تخيل وأنا قاعد في هذا الاستوديو، هذا المكان قام على أعمدة وله سقف، لما تطلع خارج الشقة بتاعتك أو الاستوديو أو المسجد وتنظر إلى السماء ترى بأن الله عز وجل رفع السماء بغير عمد نراها. هنا تقول سبحان الله. الفلاح الذي يأتي بالبذرة فيرميها في الأرض ويتعاهدها بالحشائش والكلام ده الضارة، ويسقيها بالماء ويعطش من الكيماويات شهرين 3-4-5 صارت ثمرة، أليس كذلك؟ سبحان الله. ولدك هذا كان نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم صار جنين في بطن أمه وخرج إلى الحياة، قاعد يرضع لمدة 2 سنين، وبعد كده اتفطم، وبعد كده كبر وصار صبي، وبعد كده غلام، وبعد كده بقى شاب، وبعد كده بقى كهل، وبعد كده عدى بمراحل كثيرة جدا جدا جدا، مرحلة الطفولة الأولى والمتوسطة المتأخرة، تقول سبحان ربي العظيم. ما كنتش بتقرأ قرآن بقالك 2-3 سنين، ما بتعرفش تقرأ بأحكام التجويد، ربنا أنعم عليك بدأت تقرأ بأحكام التجويد، تقول سبحان ربي العظيم، سبحان من علمني ومن رباني. فلذلك إخواني كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بيسبح ربنا عز وجل في اليوم الواحد 12,000 تسبيح. شوف الأعجب. وقيل لعمر بن هانئ كم تسبح في اليوم الواحد؟ قال 100,000. الله أكبر. ثم قال إلا أن تخطئ الأصابع. يعني ناس يقولوا يعني قاعد فاضي مش وراه حاجة؟ أنت قاعد في الشغل، قاعد في الشغل كلم واحد كلمتين سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم. السلف كان في أيام العش يقطع الكلام، لو بيتكلم واحد يقطع الكلام ويقول الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويسترسل في الكلام. أي عمل من الأعمال بيعملها كذلك. ليه؟ ليه يا إخواني؟ هذه أيام العش أفضل أيام الدنيا، فاستغلها في طاعة الله.